مشاركة العروض الفنية في ملتقيات نسوية شيء جميل جدا من أجل أن نعكس صورة حضارية متمدنة للمرأة العراقية وللعراق عموما، وخاصة بوجود بعثات دبلوماسية. الثقافة والفن العراقي من شماله إلى جنوبه متجذر في الإنسان العراقي، فلذلك نجد في كردستان الحبيبة أجمل وأروع الرقصات وأجمل الأغاني والملاحم الغنائية الرائعة، وكذلك أيضا في جنوب العراق وفي وسطه. اليوم قدمنا العرض مال البالية اللي هي رقصة الباز، وبإشراف يعني سزينة وحضورها، وصار العرض حلو كلش عجبهم.